متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. في هذا البث المباشر متابعينا الكرام كتشاهدوا معنا استعدادات على قدم وساق من مدينة بن سليمان، كنشاهدوا الحافلات ديال المنصورية، كذلك ديال بير النصر، كذلك ديال الزايدة، كل الجماعات الترابية كيتسناو لاباي ديالهم. متابعينا الكرام كيتسناو داك يديو اللقاح ديالهم للجماعة الترابية ديالهم كما كتشاهدوا معنا الآن على المباشر. متابعينا الكرام استعدادات جارية على قدم وساق باش كل الجماعة الترابية ديال الإقليم بن سليمان أنها تستافد من اللقاح. متابعينا الكرام كيف ما كتشاهدوا معنا هذا البث المباشر من أمام المندوبية الإقليمية للصحة، كذلك من امام مستشفى القديم اللي كيتواجد فيه اللقاح الان. متابعينا الكرام كيف ما كتشاهدوا معنا الان متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، انتم معنا بث مباشر من مدينه بن سليمان، بالضبط من امام المندوبيه الاقليميه للصحه. في هذا الاثناء متابعينا الكرام استعدادات جاريه باش يتم نقل اللقاح لكل الجماعات الترابية. متابعينا الكرام فبعد قليل غيتم نقل كل اللقاح لكل الجماعات الترابية بإقليم بن سليمان، كل جماعة ترابية هي جماعة بير النصار، الزيادة، أحلاف، مليلة، سيدي بطاش، بير النصر، فكل الجماعة الترابية كتسنى باش تدي اللقاح ديالها. فكنذكركم متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، انتم معنا في بث مباشر من امام مندوبيه الصحه باقليم بن سليمان. فبعد قليل غيتم توزيع ديال اللقاح لكل الجماعات الترابيه باقليم بن سليمان، فكل جماعات كينتظروا باش ياخذوا التلقيح ديالهم. فكيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، فانتم معنا في بث مباشر من مدينه بن سليمان، فالاستعدادات جاريه على قدم وساق باش يقدروا يوصلوا اللقاح لكل الجماعات الترابيه باقليم بن سليمان. متابعينا الكرام فكيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، انتم معنا في بث مباشر من امام المندوبيه الاقليميه للصحه بمدينه بن سليمان. استعدادات جاريه في هذا الاثناء متابعينا الكرام باش يتم نقل اللقاح الى كل الجماعات الترابيه باقليم بن سليمان. فكيف ما كتشاهدوا معنا الان متابعينا الكرام فالاستعدادات جاريه على قدم وساق باش يتم نقل اللقاح لكل الجماعات الترابيه باقليم بن سليمان. كنشاهدوا كاين جماعه المنصوريه، جماعه الزايده، بوزنيقه، احلاف، سيدي بطاش، بير النصار، ولاد حيا لوطا، والكثير. فكيف ما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر من امام المندوبيه الاقليميه للصحه بمدينه بن سليمان، كنشاهدوا حضور الدرك الملكي كذلك الامن الوطني باش يسهلوا الماموريه ديال نقل وتوزيع اللقاح لكل الجماعات الترابيه باقليم بن سليمان. بعد قليل غتبدا عمليه توزيع اللقاح لكل المراكز في مدينة بن سليمان، المراكز اللي غيتم فيهم اللقاح بعد قليل متابعينا الكرام. فكيف ما كتشاهدوا معنا انتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان،
فمتابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، انتم معنا في بث مباشر من امام المندوبية الإقليمية للصحة ببن سليمان. إجراءات لازالت لحد الساعة من أجل نقل اللقاح لكل الجماعات التراب الإقليمي بن سليمان، فكنشاهدوا حضور مكثف للدرك الملكي، كذلك حضور مكثف للأمن الوطني بن سليمان. فكيف ما كتشاهدوا معنا، فالله يرفعنا هذا الوباء وهذا البلاء ونرجعوا آمنين مطمئنين يا ربي، هادشي اللي كنتمناو كاملين. فكيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، فإجراءات لازالت جارية على قدم وساق من أمام المستشفى الإقليمي بن سليمان، بالضبط من أمام المندوبية الإقليمية للصحة بمدينة بن سليمان. فالإجراءات لازالت لحد الساعة متابعينا الكرام من أجل تيسير كذلك نقل اللقاح في أحسن الأجواء. متابعينا الكرام، كيف ما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر من أمام مندوبية الإقليمية للصحة، إذن متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، انتم معنا بث مباشر من مدينة بن سليمان من أمام المندوبية الإقليمية للصحة. شوفوا الاستعدادات كيفاش دايرة لحد الساعة من أجل تيسير وصول اللقاح لكل المراكز بمدينة بن سليمان أو بإقليم بن سليمان. إذن متابعينا الكرام، غنختموا معكم هذا اللايف الحاليين، ريتما يبدأ نقل ديال اللقاح ونكملوا معكم اللايف.